ربما تبدو طريفة بالنسبة لك أو غريبة بعض الشيء، لكنها بالنسبة لأبناء البلد أصبحت عادات مألوفة وراسخة لا تفارقهم. إنها القوانين التي تبلور حياة الشعوب بما يتناسب مع موروثهم وتقاليدهم، لكنها لا تخلو أحيانا من الخصوصية والطرافة. ففي اليابان البدانة جريمة يعاقب عليها القانون. 85 سنتيمترا هو قطر الخصر المسموح له للرجال، و89 سنتيمترا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه النساء في اليابان التي تمنع زيادة الوزن بموجب قوانين تحدد قطر الخصر للرجال والنساء. كما تقدم معظم جهات العمل في اليابان عروضا خاصة للحمية الغذائية والصالات الرياضية لمساعدة المواطنين لتطبيق هذا القانون. أما في حالة مخالفة هذا القانون فيجب الخضوع لحمية غذائية فورا تحت إشراف هيئات حكومية، وهو القرار الذي تم تنفيذه منذ عدة سنوات للحفاظ على الصحة وتوفير تكاليف تأمين الرعاية الصحية. وفي حين تشجع كل دول العالم على التعليم، فإن الصين لا مكان فيها للأغبياء، حيث أن القانون لا يسمح لمن هم قليلو الذكاء بدخول الجامعات الصينية، فعلى الراغبين بالالتحاق بكليات الصين باختبار ذكائهم جيدا تفاديا للإحراج. إن كنت من عشاق العلكة فاعلم أن الحكومة في سنغافورة تحرص على بقاء شوارعها نظيفة، ولهذا الهدف تم حظر العلكة في البلاد منذ حوالي عقدين من الزمن. وعلى ذلك فإن العقوبة التي تنتظر من يمضغ العلكة في الأماكن العامة غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 1000 دولار. يشتهر ميدان سانت مارك في مدينة البندقية أو فينيسيا بكثرة الحمام فيه، بل إن وجود هذا الحمام قد يكون سببا لزيارة الكثير من السياح لمشاهدته وإطعامه والتقاط الصور معه. لكن القانون الإيطالي يعاكس هذه الرغبة، فهو يمنع إطعام الحمام في هذا الميدان تحديدا ويعاقب من يخالف لما قد يسببه الحمام من أضرار في المنشآت والمباني المحيطة بالميدان. لذا انتبه وأنت في فينيسيا من مصادقة الحمام حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية. أما في ميلانو ليس هناك ما يشعرك بالحزن، حيث توفر المدينة لزوارها الكثير الكثير من أسباب السعادة، وتشترط السلطات في المدينة على زوارها الابتسام في جميع الأوقات باستثناء الجنازات وزيارات المستشفى. تعتبر اليونان من أكثر دول العالم عراقة وقدما، فهي واحدة من الدول صاحبة الحضارات القديمة جدا، والآثار هناك تنتشر في كل مكان تقريبا. لذا لو كنت من هواة زيارة الآثار والمناطق السياحية فتأكدي أنك لا تنتعلين حذاء بكعب عال، فهذا النوع من الأحذية محظور استخدامه في المناطق السياحية في اليونان، والسير فيه على الآثار لما قد يلحقه من أضرار في الأحجار القديمة. لذا عليك أن تختاري بين خلع الحذاء ذي الكعب الطويل أو تغيير الوجهة نهائيا. مداعبة الكلاب والرفق بها أمر متعارف عليه في جميع بلدان العالم، إلا أن القيام بوجوه قبيحة أو مضحكة أمام الكلاب في أوكلاهوما بالولايات المتحدة أمر يترتب عليه غرامة مالية أو السجن. لكن كيف ستعرف الشرطة وما هو الوجه القبيح؟ على أي حال يبقى قانونا في غاية الطرافة. يبدو أن القوانين الغريبة لم توفر حتى الأموات. ففي قرية ساربوينكس الفرنسية أصدر العمدة قرارا يقضي بحظر الموت على الأشخاص الذين لا يمتلكون مكانا يدفنون فيه بالقرية، وكل مخالف لهذا القانون يعرض نفسه لعقوبة شديدة. ومن غير المعروف كيف ستكون العقوبة بعد وفاة المخالف.
قانون آخر يضع الكرة في ملعب الزوجة، فإن كنت لا تتمتع بشاعرية كبيرة أو تعاني النسيان فلا ننصحك بزيارة دولة ساموا، حيث أن نسيانك ليوم ميلاد زوجتك هناك يعتبر جريمة قد يعاقب عليها القانون. سواء راقت لك تلك القوانين أم لا، أنت ملزم بالاستعلام عنها ما دامت لديك الرغبة في زيارة هذه البلدان، وإلا وقعت تحت طائلة الإحراج والمسؤولية. غرائب القوانين لليوم انتهت، مع أمنيتنا بحكمكم عليها بالقبول. نرفع الجلسة.